اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا بسيط وسهل، ولكن الفكر هنا ان احنا ازاي نعمل باقل تكلفه اطباق سهله وبسيطه ومتنوعه ولها شكل مختلف عشان ترضي كل افراد الاسره. معانا النهارده الشعريه هنعملها بالجزر مع المكسرات، ممكن فول سوداني ممكن زبيب، ولكن الشعريه هنا بالتاكيد هيكون طعمها مختلف. معانا النهارده اللحمه المفرومه والبطاطس، كلنا عارفين صينيه البطاطس باللحمه، ولكن بنفس المكونات هنعمل حاجه اسمها من المطبخ الطلياني البطاطا الجراتان باللحمه المفرومه، يعني البطاطس الجراتان باللحمه المفرومه بتاخد بشاميل وبتاخد فليفر وطعم لطيف جميل جدا. المفاجاه بقى النهارده معانا الكريز. الكريز ده ممكن يكون سعره غالي شويه، هنعمله النهارده ايس كريم بالبسكويت، هيعجب حضراتكم ان شاء الله، وافكار كتيره جدا لعمل الايس كريم بالكريز هنشوفها مع بعض، ولكن الكريز للامانه معانا في الديب فريزر بيتجمد، عشان فكره الايس كريم لازم تكون الفواكه مجمده مبرده بنضيفها على الكريم شانتيه، دي الف باء عمل ايس كريم بالفواكه. هستاذن حضراتكم خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل مفاجاه الكريز الجميل الحلو هنعمله ايس كريم في البيت طبعا بطريقه سهله وبسيطه. معنا لحمة مفرومة هنعمل البطاطا جراتان، وكمان الجزر هنزاي يتعامل مع الشعرية طبق لطيف أو طاجن، هنشوف الكلام ده مع بعض إن شاء الله. ودايما الشيف المغازي نقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واعتقد ان احنا استعرضنا مع بعض الماتيريال بتاعنا، وده اللي موجود في البيت، يعني انا مش جايب حاجه غريبه، اللحمه المفرومه موجوده، واعتقد ان احنا ممكن يكون عندنا لحمه مفرومه في الثلاجه في الديب فريزر من ايام عيد الاضحى، بطاطس سلقناها بالقشره بتاعتها، ومدرسه المغازي بنقول لما نسلق البطاطس بالقشره بتاعتها يعني بنحافظ على النشويات والكربوهيدرات وشويه الجزر. تعالوا نعمل النهارده طبق او نعمل كسروله او طاجن، نعمل ازاي البطاطا الجراتان باللحمه المفرومه، حاجه جميله هتعجب الصغيرين والكبار. ميزه الاكله دي سريعه الهضم سريعه المضغ، بيتناسب الاطفال وكبار السن. معانا لحمه مفرومه ضاني او كندوز لاختيار ليك، جزر متقطع مكعبات صغيره، وبصل وتوم وبطاطس اتسلقت بالقشره بتاعتها ثم قشرناها وهتتهرس معانا، ونشوف ازاي نهرسها بطريقه حلوه تاخد الزبده والحليب. اما طبعا البهارات بتاعتك ملح وفلفل وشويه زعتر. المقادير بسيطه لا تتعدى اصابع اليد العشره، تسلم ايدك يا امي. معانا لحمه مفرومه، معانا بطاطس مسلوقه جاهزه، وجزر متقطع مكعبات، البصل والثوم وشويه البهارات اللي من ايدك الحلوه، ما ننساش معلقتين وايت صوص من البشاميل عباره عن دقيق وزبده وحليب. اعتقد كل دي المقادير مع بعض، تعالوا نشوف نعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه بنمسك اللحمه نعصجها، لان لازم نخدم عليها كويس، لان البطاطا لوحدها مش هتديني الطعم اللي انا عايزه، لازم تكون اللحمه المفرومه هنا متعصجه وواخده طعم. وازاي اعصق شويه لحمه بالزعتر بالبصله بالتومه، اكيد دي مدرسه. اول حاجه بحط معلقتين زيت زيتون واحط عليهم شويه الزعتر. الله، ليه حطيت الزعتر قبل البصله يا ابو غازي؟ هو ده الكلام، علشان يبقى فيه فليفر الزعتر في الجراتان. خلاص زي الفل، ونقلب البصله كده. شفت المدرسه دي كده، هو ده. طب ليه ما حطيتش البصل ثم الزعتر؟ هيتوه هنا، هيشرب ميه البصل، مش هياخد الاحمرار والفليفر. التوابل لما بتاخد الصدمه في الزيت او الزبده بناخد الطعم بتاعها. هنسيب البصل يتحمر كده، ونحط مكعب من الزبده. انا يمكن بتكلم عن حاجات صغيره، تركايه صغيره في الموضوع، ولكن صدقيني بتفرق معاكي وانت بتعملي الاكل. التكنيك البسيط ده بيعلي من الاكله. هناخد التومه الحلوه، حلو كده، معايا البصل والثوم والزعتر كلهم بيتعرفوا على بعض، بوجود الزبده بينهم بتساعد على الاحمرار والتحمير. نقلب كده زي الفل.
انا بشوف بقى يعني فيديوهات للامانه البعض بيعصج اللحمه بيحط البصل ني مع اللحمه ويبدا ان هو يساويها مع بعضيها. دي مدرسه غلط ثم غلط ثم غلط. ممكن انت بتقبليها عادي، بس انا اقول لك المدرسه الطهويه بتقول ايه هنا. بمجرد ما تحط البصل ني مع اللحمه وانت بتسليهم، البصل هنا مش هيتحمر ويديك الفليفر بتاعه، هتشم في ريحه اللحمه ريحه البصل. انا مش عايز الجو ده. دليل على كده لما جيت اعمل اللحمه حواوشي حمر البصلايه مع التومه شويه وبعدين ادخلها على اللحمه المفرومه، عشان اللحمه لما تتحط جوه لقمه العيش او جوه الرغيف ما يبقاش فيها ريحه البصل اللي هي الغير مقبوله. هخلي بالك الموضوع ده مهم، حتى لو كان البصل بعد كده بتصير ريحته في المعده من جوه منه الكولون، فانا بديكي بخش في صميم الموضوع، خلي بالك ده مهم جدا. البصلايه اتحمرت مع التومه مع الزعتر بالزبده، بننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا بمجرد ما نشم ريحه التحمير بتاع البصل والتوم. اه حلو قوي. كميه اللحمه اختياري حسب عدد افراد الاسره، احنا خمسه احنا سته، انت عارفه طبعا الكميه المعتاده عشان ما نبقاش احنا مقيدين بكميات معتاده. بيقولوا لي على السوشيال ميديا يا شيف مغازي ما بتكتبش ليه في المقادير نص كيلو لحمه مفرومه بصلتين؟ طب انا قلت لك نص كيلو لحمه مفرومه وبصلتين، رحت انت جبت بصلتين البصلايه تعمل نص كيلو، ده اللي موجود عندك، هل ده صح؟ فانت بقى طبعا بشوقك تشوف البرنامج، بشوقك تشوف المدرسه اللي انا شغال بيها، اللي كميه البصل قد ايه اللي بحطهم، يعني تقريبا معلقتين بصل بعد الفرم او بعد التقطيع مع اللحمه المفرومه بتاعتنا، التوم بحط قدام حضراتكم معلقه. فانا دي المدرسه بتاعتي، ومدرسه سهله وبسيطه، والمغازي ايزي، يعني بساطه سهوله مرونه. اه اللحمه المفرومه بتتعسك، الزعتر هنا هو الغالب على الطعم، بننزل بالبهارات بتاعتنا الفلفل، اللحمه المفرومه بتحب الفلفل المجروش او الفلفل الاسود كتير. الاكله دي خاليه من الكزبره والكمون، توابلها ملح فلفل زعتر، ممكن نحط شويه كركم شويه بابريكا. اما المطبخ الطلياني ما يحبش لا الكزبره ولا الكمون، والاكله دي بيرجع تاريخها او جنسيتها او طعمها للمطبخ الطلياني، ده مهم جدا. اه سؤال وجيه في وقته بيسالوني ده سؤال كنترولي حلو، هل ينفع ان انا استخدم بدل اللحمه المفرومه دجاج مفروم؟ ينفع. هل ينفع استخدم بدل الدجاج واللحمه سي فود؟ ينفع، زي ما انت عايز، هي الفكره واحده، ولكن طبعا التوابل هنا بتختلف. اه شفت اللحمه اتعصجت ازاي؟ بقت خرزه. الله، اهم حاجه احنا نركز على تسويه اللحمه او نهتم بيها او نخدم عليها كويس عشان هي دي البطل في الموضوع. اه خدي بقى الحته اللي جايه دي هتعجبك قوي على فكره. دايما لما بنعمل صينيه رواق او فطاير باللحمه المفرومه ايه اللي بيحصل يا شيخ؟ بتلاقي اللحمه فارطه جوه الحشوه. طب اطلع من الجو ده ازاي يا مغازي؟ خدي التركايه دي بقى وادعي لي بالله عليكي دعوه حلوه. ادي معلقه دي صغيره كده بطرف المعلقه، اهي 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 مخرجنا ابداع هو ده، واسيبها في قلب الخلطه كده هو ده. دي دورها ايه يا عم الشيف؟ بتلم الشمل، بتعمل تماسك. اه اه تعملي مكرونه بالبشاميل ما تحرمهاش، شفت ازاي؟ وادوبها كده في الجوس بتاع اللحمه. اه طبعا ده يرجع تاريخ العمل ده والابداع ده لسنين الخبره الطهويه. اه شفت بس خلاص بقت اللحمه عندنا هنا، خدت طعم خدت قوام، شفت ازاي؟ هو ده. تيجي بقى لما تيجي الصينيه دي تقطعيها مربعات كده وتغرفي، تلاقي اللحمه في مكانها ثابت زي الفل يا عم الشيف، اللحمه اتظبطت طعم. والله جاي على بالي احط شويه بابريكا تاخد طعم، جاي على بالي احط شويه كركم عادي مفيش مشكله، اهو ده بيعلي الطعم وده اختياري، ولكن اساسي ملح وفلفل وزعتر. كده اللحمه جاهزه عندي، دي خطوه. نيجي للخطوه اللي بعد كده، نشيل اللحمه من النار بقى. اهو ما تسيبهاش على النار كتير عشان عايزها بالجوس بتاعها او بالطعم بتاعها. نقف محطه هنا
صغيره كده، احنا ما وريناش حاجه، محطه ابداعيه. بتعملي لازانيا بنفس اللحمه دي، بتعملي مكرونه بالبشاميل بنفس اللحمه دي، بتعملي مكرونه بالبولونيز صوص، يعني مكرونه سباكيتي تسلقيها وتحطي ده صوص بولونيز، هتضيفي له بس صوص طماطم مع معلقه سكر. حلو الكلام؟ زمان انا شغال كده معاكم. بتعملي حشوات لفطاير بنفس اللحمه دي، كوسه بالبشاميل بنفس اللحمه دي، هنخليها على جنب. حلو قوي. عندنا البطاطس بتاعتنا الحلوه، نهرسها سريعا مع بعض. بطاطس اتسلقت بالقشره، باخدها زي ما هي كده وهرسها. شوف فيها الرسه عندنا كده ولا مفيش؟ يا رب يكون في. بسم الله، اختياري والله، لو مفيش يبقى افضل عادي، نهرسها بايدينا بالشوكه هي زي الفل. تعالي يا حلوه، انا عايزك زي كده. شفتي؟ شوكه تسلقها جامد، بس اهم حاجه وانت بتسلقي البطاطس تسلقيها ايه؟ بالقشره بتاعتها، علشان تتخلصي، قصدي تحافظي على الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده فيها. بالشكل ده كده. حلو؟ وتختاري البطاطس الصغيره. يا نعم يا فندم، انا معاك. نطلع فاصل زي ما انتوا حابين، انا معاكم، انا بسمع الكلام والله، انا شطور وبسمع الكلام. هستاذن حضراتكم، نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل عمل البطاطس الجراتان باللحمه المفرومه مع حضراتكم بطريقه سهله وبسيطه هتعجبك، ولكن الاكله دي بهديها لكبار السن وكمان للاطفال الحلوين. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما لما بعمل طبق مختلف او مطبخ طلياني او مطبخ غربي، الشيف المغازي المعتاد منه تركايه بتودينا لمكان تاني. انا عايز اعمل بوريه من البطاطس وبعمل طبق مختلف، في بطاطس وفي لحمه مفرومه وفي وايت صوص، ايه المدرسه هنا بقى؟ معايا بعمل شويه بشاميل، البشاميل ده عباره عن حليب ودقيق وزبده. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بطريقه مختلفه. الحليب على النار بيغلي، مش هنحمر بقى كالعاده الدقيق في الزبده ولا اي حاجه. هناخد مكعبين من الزبده بنحطهم مع الحليب بالشكل ده كده، ونظبط البشاميل ده كده بشويه ملح، ده على الحليب والزبده وشويه فلفل. في كاسرولة تانية بنجيب دقيق مع شوية حليب وندوبهم. حلو، ونقلب الدقيق ده مع الحليب بالشكل ده كده، دابي الحليب مع الدقيق. حلو الكلام. نبص على الزبدة هنا، شوف المدرسة دي بقى بتقول لي الله الله على الريحه الحلوه. ملح فلفل زبده حليب على النار ونقلب كده زي الفل. ننزل بدول بقى عند قوام غليظ شويه، لا هو بشاميل ولا هو وايت صوص. حلو الكلام. عندنا البطاطس بتاعتنا الجميله، الله هي دي بقى فكره عمل البطاطس الجراتان او البطاطا الجراتان باللحمه المفرومه. هننزل بده كده، الله اهو، حلو قوي. وندوب البطاطس دي يا عم الشيف مع الحليب والوايت صوص اللي انا عملته. حلو قوي. طيب، في بعض المطابخ الغربيه بيستغنوا عن البطاطس دي، وفي بودر بطاطس زي الحليب البودر كده، دي سعرها غالي شويه، ولكن دايما في المطبخ الغربي بيستخدموها. إذا هي موجودة أهلا وسهلا، مش موجودة تعملي زي ما أنا عملت كده ونقلب الله عليك. شفت بقى المدرسة؟ هنا في موسوعة غذائية، هنا في كل العناصر الغذائية. إذا كان الحليب بروتين حيواني، إذا كان البطاطس كربوهيدرات ونشويات، إذا كان الزبدة اللي أنا حطيتها برضه مدرسة البروتين. ونقلب كده. التوابل عندي هنا ملح وفلفل، هنقلبهم مع بعض كده زي ما أنا شغال لغايه لما تديني القوام
خدتوا بالكم من الاول انا عملت ايه؟ نركز كده عشان التركايه دي مهمه جدا. حليب على النار بيغلي، حطيت عليه شويه زبده وشويه ملح، بقى عندي حليب بزبده وملح. في طبق تاني علشان الدقيق اللي انا لو حطيته على الحليب وهو بيغلي هيبرغل معايا ويكلكع مني، فخدت نص كوبايه حليب دوبتهم معاهم معلقتين من الدقيق، دابوا كويس قطهم على الحليب اللي بيغلي. البطاطس عندي هرستها المسلوقه بالقشره بتاعتها نزلتها، اه شوف القوام هيطلع معايا ازاي اهو زي الفل. اه دي من غير جبنه، ولكن انت حابه الجبنه البارميجان او الجبنه البارميزان اللي هي الجبنه الرومي المبشوره، يعني دي يعني بديل ليها، ممكن تحط شويه حسب الرغبه، ولكن انا بحبها من غير جبنه. انا هحط عليها بيضه بس بعد البطاطس دي ما تبرد شويه. شايفه القوام ده كده؟ اهو الطبقه دي فيها خبره طهويه كتيره قوي، خلي بالك. اهو من اول تعصيج اللحمه، وتاني حاجه عمل البشاميل بتاعي او عمل البطاطس بتاعتي. اهو زي الفل. هنجيب الكاسروله اللي احنا ندخلها الفرن واحنا مع بعض. اهو تعالي يا حلوه، الكاسروله دي اللي هتقدمها للضيوف، فخلي بالك تكون هي اللي هتقدمها للضيوف معاك بالشكل ده كده. حلو قوي. معانا بيض، ناخد بطين في المقادير ونجيب البشاميل بتاعنا كده جنبينا. شفت الحلاوه دي كده؟ اهو بنكسر بيضه، الله، نكسر التانيه، الله، ونقلب دول مع بعض زي ما انا شغال كده. اه دي مرحله، ناخد القوام ده يا عم الشيف. حلو قوي، تسلم ايدك يا راجل يا محترم. حلو، اللحمه المفرومه بتاعتنا، عندنا البشاميل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو نبدا نوزعه بالراحه كده بقى. الله على الاكله دي لما تخش الفرن تستوي دلوقتي. وجود بطين في قلب الصلصه البيضه دي فرقت، تاكل منها الف هنا وشفا. وجود الدقيق مع الحليب والزبده والبشاميل مع البطاطس اكيد في قوام، الف هنا وشفا. ندخلها الفرن، وتاني بقول اضافه الجبنه هنا اختياري، بس انا لو حطيت جبنه طعم البوريه مع اللحمه هيهرب مني، هستطعم الجبنه بس، فانا بحبها من غير جبنه، عايز استطعم التفاصيل، ولكن الجبنه هتغطي شويه على الطعم. خدت زي ما هي كده، ناعمين. لا ملهاش دعوه بالدايت خالص، لا بيقولوا لي الاكله دي تنفع للدايت خالص، ما تنفعش. لا انا دايت يعني بلاش زبده بلاش بيض، ممكن نستخدم بياض البيض بس، يعني احنا ممكن نحولها يعني بالمكونات دي وبالتركيبه دي هي بعيده عن الدايت، ولكن احنا اتفقنا مدرسه المغذي بتقول ايه، بنفس المكونات ممكن نهرب بقى من الحاجات اللي بتؤدي للسمنه وفيها كوليسترول زياده وفيها دهون زياده، زي صفار البيض، زي الزبده بلاشها، زي الحليب معانا يكون قليل الدسامه مش كامل الدسم، وهكذا شويه حاجات كده وتفاصيل نتكلم عنها. هناخد الكاسرولة الحلوة دي كده ونظبط الفرن بتاعنا ومستويات الفرن بتاعنا وندخلها الفرن. مكانها فين يا عم الشيف؟ مكانها هنا. اهو حلوة اهو، صينية فيها خبرة طهوية، فيها ابتكار طهوي، اهو زي ما هي كده، مطلوب من الفرن هنا كل الحاجات دي كلها تتحد مع بعضيها وتاخد وش برونزي لطيف وجميل زي الفل. ايه الحلاوة دي؟ والصورة من قلب الفرن تعني مليون كلمة وتسبق الحديث. الفرن أخباره إيه؟ الله عليك يا أستاذ رحاب، إيه فريق العمل الجميل ده؟ الشيف مش بيشتغل لوحده، أنا أقل مجهودا في العمل ده بالأمانة والله. شوف الكريز الحلو، شوف الكريز، شوف الحلاوة. هتجيب الفرن ولا تجيب البوتاجاز ولا تجيب الكريز الأحمر ولا تجيب الشعرية؟ الله، خلصت الشعرية. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ عايزك تتعلمي تقفي على الثلاث حاجات وأنت واقفة في المطبخ في وقت واحد. الشعرية دلوقتي عطشانة، ويقول لك عطشان يا اسمراني اسقيني ايه؟ محبه. تعالوا نشوف الفرن، انت ابن حلال، انت بنت حلال، تعالوا نطلعها من الفرن، يلا بينا. بص لي عليها كده بالله عليك، شوف الحلاوه وشوف الجمال. خلينا يعني ايه، بص انا عايزه دقيقه واحده كمان تاخد، بس في حته كده في الجنب على اليمين تاخد لون عشان تبقى كلها لون واحد. تطلع هنا تحط هنا الف هنا وشفها. بالله عليك الصورة الحلوة دي ما تفوتكش غير لما تغزلها وتدلعها من غير إضافة أي جبن. أهو
بص على الحلاوة دي بقى، بص على الجمال ده كده ودلعني. اه شيل كل حاجة من هنا عشان عندي شوية شعرية جامدين جدا. دول شوية بقدونس حلوين أو ريحان مفروم عادي زي ما أنت عايزة، اختياري برضو. تعالوا نغرف الشعرية مع بعض الحلوة دي. معانا سفينة هنملاها شعرية دلوقتي. الله، أهي مكانها هنا. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه الأخبار؟ بص على الحلاوة دي كمان، هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تفاصيل صغيرة، دايما الشيف المغازي يبهرنا ويبدعنا، ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.